شفت أمريكا يا أخوان كل شوي طالعة وتكلم وتسوي وتفعل وتصرح، يعني أكثر من كم من أكثر من كم دولة يا أخوان نزلت البترول؟ ما جو وتكلموا على السعودية، لأن المشكلة من اللي مع بايدن وتبع بايدن والحزب حقهم. صراحة أنا ما كان في مشاكل بين السعودية وبين أمريكا طول هالسنين إلا يوم جاء هذا، والناس خلي العالم تدري لا أمريكا ولا حكومتها الكونغرس ولا غيره، وإن حنا ما حد يمشينا من رأيهم. هذا خلي الناس يعرفون قائدة ملكنا ولي عهده الله يعزهم ما حد يمشينا على رأيهم. ومن ذيك السنين اليوم كذا، تذكرون ملك فيصل الله يرحمه وش سوى، تذكرون ملك عبد العزيز وغيرهم لين يوم كذا. الله يرحم الميت ويطول عمره الحي. تخفيض النفط عندنا لمصلحة الجميع علشان ما يكون فيه صدمة اقتصادية والأمور هذه، هذا بالعكس يعني نفكر أشياء لصالحنا وصالح العالم كله، مو بزي أمريكا تفكر بس بنفسها في سياستها، يعني مو بسياستها كلها، السياسة اللي أنتم عارفين بالذات الديمقراطيين والأمور هذه والناس اللي ما عرفوا يحكمونها صح. صدق والله هذا كلام صحيح، وأنت شفت اللي صار عندهم اقتصاديا، الامور النواجد ارتفع عندهم، البنزين ارتفع عندهم، كل شيء ارتفع عندهم، ما عرف يديرها بايدن. فيجي يحط ايش قدام الناس على السعوديه انه يبي يطلع نفسه، لا بايدن ولا الحلفاء اللي معه ولا حزبه. يبي يحط اي شيء قدام امريكا، قدام امريكا علشان الانتخابات اللي جايه، فيسوي هذا الكلام. ويا اخوان الاعلام عندهم قوي ويسوون ويحطون، وحنا الكل في رده فعل. المفروض اي سعودي يا اخي يفتخر ويتكلم في المواضيع هذه، انت مشهور، انت عندك متابعين، تكلم، دافع عن ديرتك. هم عندهم مشاهير يتكلمون ليل نهار، واوريكم بعض الكلام بعد. هذه اللي وصلت ما شاء الله، يتكلمون ليل نهار. شوف 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 ما شاء الله ما شاء الله. بنزين وش كاتب يا اخوان هذا؟ اكسبرت رود، البدل المتمردين يقفون في صف روسيا. شوف علشان بس نزلنا البترول وما هو من صالحهم يعني، فعلى طول والله البدو علموكم الله حق، خلوكم خلى البنزين ينزل وخلى العالم يعلمونكم، يعني مسوون نفسكم انكم حاكمين العالم كله. شوف ايش جاهم، صدق يا اخوان ما هو بكلام، قولوا فعل. وانت شفت كثار قالوا وسووا وتكلموا وشوفوا ايش بيصير في السعودية، واصبر ايش بيصير اذا حكمنا مثل بايدن، انت تذكرون ايش قال. والكلام هذا كله عكس جاهو، ما هو طيب الا والله غصب من امريكا للسعودية، وقابل محمد بن سلمان يعني انعكست الآية سبحان الله. فيعني تكلموا انا وهذا واحد ثاني اللي هو شوفوا شوفوا الكلام الطيب ذا. الرئيس الامريكي جو بايدن يعتقد ان الحكومه الامريكيه بحاجه الى اعاده تقييم العلاقات الامريكيه السعوديه بعد ما يسمى العمل عدائي تجاه امريكا يخفض النفط، وستظل السعوديه امنها مطمئنه وستبقى بلد الحرمين الشريفين. اي والله انا صادق، ما بعد كلامه كلام. نعم شوف ايش يقول لك، يقول لك يمنع تصدير السلاح الدفاع عن السعوديه، يهاجم المملكه في خطاباته، حزب يشهر سلاح قانون مدري وشو في وجه السعوديه، يوظف مساله حقوق الانسان المزعومه، اي والله المزعومه، بغيبه الابتزاز السياسي، ثم يطلبون من السعوديه تزيد انتاج النفط. هل يوجد اوقح من امريكا؟ بايدن اليوم الجواب لا. والله صحيح يا اخواني، يعني حقدهم وامورهم يعني ما همهم الا مصلحتهم، ما هم. وانت شفت اللي صاير يعني العالم. وبعدين والله العظيم يا اخوان شيء فخر، ما علينا من الكلام اللي تسمعونه دائما في التواصل الاجتماعي ولا في اليوتيوب ولا في تويتر، شوف اللي صاير. ما علينا احنا من امريكا ولا ناخذ منه، صحيح ما نجحد ان دوله قويه ومن اقوى الدول، ولكن الشور بروسنا ومن ذاك السنين لين يومك ذا، ايام الملك عبد العزيز وايام الملك فيصل وايام الملوك كلهم ولين يومك هذا. دخولنا دائما اقول دخولنا في البحرين، وقفتنا مع اخوان البحرين هذه، ترى ما كان يبون الشيء هذا والله يرحم اخذ سعود الفيصل يوم سكوا بوجههم، تذكرون السالفه هذه وغيرها واجد. دخلتنا كذلك في اليمن، ما كان يبون هذا الشيء، لان يبون يدعمون الارهابيه الميليشيات الحوثية، ويدعمون إيران، ويدعمون أمور ما ودي أذكرها وتدخل وأنتم عارفين. ولكن الحمد لله من فضل الله ثم فضل ملوكنا الله يرحم الميت ويطول عمر الحي، وقفوا الشيء هذا. هذه سياسة وهذه حنكة وهذه يعني ما علينا، احنا شورنا بروسنا يا اخوان، ما عليكم الكلام اللي تشوفونه.
اوه السعوديه ما ادري ايش ولا لا لا لا، شورنا بروسه وانتم شايفين بعينكم يعني. ما ادري نزل لكم ولا ما نزل لكم، لكن بعيد بن سلمان ايش ما الملكنا ومحمد بن سلمان يعني والفيصل. نقعد مع البي الحين ما شاء الله، واحلى شاهي الحين مش عاد احلى من هالجلسه. هدي الخسيس يقول، شو يقول هو؟ يقول البدو متمرد. والله البدو علموك الله حق، نوخوك تحكموا في العالم وهم بالصحراء. ها ها والله كلام طيب من محمد المسوري، مدري حدد موقفكم مع السعودية أو أمريكا، فهنا ستظهر الجينات العربية الأصيلة. يا سلام، فإن كنت مع السعودية حتى ولو اختلفت معها فأنت عربي حر أصيل، نرفع لك القبة احتراما وتقديرا. يا سلام عليك على كلامك يا أخوي محمد، مهما صار اختلافات بين الدول وأمور بين العرب، لكن الجينات العربية والإسلامية تبقى مع بعض، تبقى صحيح. بيض راجك على كلامك الطيب، وإن كنت مع أمريكا فعليك الذهاب لأقرب مختبر، وأعلم أن أمريكا مهما تبعته فلن ترضى عنك، فالسعودية أقرب لك من أمريكا. يا سلام، فالسعودية أقرب لك من أمريكا، ما بعد كلامك كلام يا أخوي محمد المسوري. نعم، ما يصح إلا الصحيح، هذا الكلام ولا بلاش، ما هو بزين للقلب. المهم ان اتكلم كلام طيب يعني، حتى لو فيه صار ما ادري يمكن هو متكلم اول او شيء، لكن مهما في بيننا وبين اللي حولنا او الدول العربيه شيء، على ما قالوا لا حجه حجاجها نوقف مع بعض، لان عرب ومسلمين، صح ولا لا يا ابو يا مجد؟ الله يحفظنا من كل شر. واجب والله يا اخوانا الناس تدافع على ديرتها وتتكلم، يعني المؤثرين تكلموا ولا هي بحاجة السعودية، ولكن توعي الغير، توعي الناس كلها ان احنا ما علينا من احد، احنا ما نمشي على شور احد زي ما الناس تكلم في تويتر وغيرهم، وزي ما تكلمت قلت لكم امور واجد تبين واخرتها الحين بعد. ها هذه مشينا على مصالح امريكا ولا علينا منها، وكلامنا مثل السيف. الله يحفظنا بس من كل شر. دائما احب اتكلم الاشياء الايجابيه، لكن شفنا الكلام كثير، كثر الكلام في التواصل الاجتماعي والسعوديه وامريكا، وهذا يتكلم وهذا يتفلسف. حبينا نوضح لكم وناخذ لكم هالكلام بعد اللي نزلوه السياسيين، وما علينا ومستانسين عند الصفر. ويا سلام سلم. ها لوم الشاهي ما خدر، هذا هو ترى، هذا هو طبعا يكون مطحون جاهز وانطمامه عاج. يا اخوان شوف عاج قديم بعد ما اخذ لون، يحبون يسولف عن السبح. هذا القصة يسمونها ذروية، تسمعون ثقل العاج صوته، هذه القصة الذروية. فواز دائما العاجب، ما شفت تعليق الخطوط هذه، نشوف الخطوط ولا ما هو عاج؟ هذا العاج الاصلي يجيك، طبعا اذا قدم ياخذ لون شوي، تشوفون الخطوط لازم يكون فيه خطوط. الله هذه حلوه، ما يدي رمل ولا شيء. الله يحب فواز، الله يبقيك. حلو مك، شو مسويين؟ كيف الاجواء؟ الاجواء ولا العصر بغى يجينا حر، والله حر اليوم. اي نعم اليوم حر، الحين برد البرد 37 مدري 38 بندخل 40، بغى ندخل 40 ما شاء الله، برد البرد. اي والله كان هواء شرقي بارد، انا اشهد ما شاء الله. تاكل الهرم هذه المجهم بالذات، سلاله الهرم تموت فيها. لا اي والله، شوف مجاهيم انت يموتون في الهرم. يا خير هذا والله، شوف اللي في البر دائما يصير يعرف، انا من سنه 98 واروح